هدف التسلل بالدخول نتاع عصام جمعه واللي هو المهاجم رقم واحد سامي العلاقي ياخذ الكلوار اليسار لمجد الشهودي على اليمين وراهم بالضبط في نص الملعب اسامه الدراجي مع اثنين لاعبين محاور. هذه هي التركيبه نتاع سامي الطرابلسي على المستوى التكتيكي 4-2-3-1. ترجع الكره عماد الحسني، عماد الحسني والكره ترجع للمنتخب التونسي. تمشي متراوي لليمين، شادي الهمامي يرجع للاكس، سيف الله حسني، التراوي، مجدي يلعب كره اماميه توصل للشهودي. الشهودي التمريره ما مرتش، قطعها احمد المحيحري، كانت حلوه برشا الفكره. فكره طيبه، طلب الكره من عصام جمعه في الوقت، الباس ما نجحتش لكن الفكره طيبه. كره ترجع احمد المحيحري لكن تقعد عند المنتخب التونسي. الدراجي، الدراجي، كرة مقطوعة للفائدة المنتخب العماني. اسماعيل العجمي، انطلاقة الهجمة من اسماعيل العجمي، تمشي الكرة لاحمد المحيحري صاحب الهدف العماني. لليمين سعد سهيل يحافظ على الكرة نتاعو، المتابعة من سامي العلاقي ليرجع للمعادلة الدفاعية. هذه هي الروح اللي حبيناها يبدا بها المنتخب التونسي المباراة، لكن مثال جيت في الشوط الثاني المنتخب يرجع في النتيجة والفرجة أصبحت مضمونة في بقية أطوار الشوط الثاني. ترجع الكرة قاسم سعيد يعطي كرة أمامية تمر سلامات، تمشي رامي جريدي حارس مرمى المنتخب التونسي. رامي يلعب كرة في اتجاه كريم حقي، تمشي لسامي العلاقي، صعود عمار جمل يطلب الكرة ياخذها، عمار يلعب مع عصام، الكرة يسترجعها العلاقي، تمشي الجمعة تقعد عند الدراجي، الدراجي مرة أخرى التراوي. نأكد التغيير وانه عادل الشادلي غادر وخذ مكان عصام جمعه بعد ما كان تخلى الدراجي وتخلى الشهودي. افضليه نوعا ما للمنتخب التونسي بعد الهدف. تبعوا التوزيعه بالراس ما ياخذهاش عصام جمعه، اكيد يحبهم الكرات هذيا، يموت عليهم. عصام جمعه سجل برشا اهداف بالطريقه هذيا لكن الكره الراسيه الاخيره كانت ضايعه من لمزه الشهودي. عمار الجمال قاعد يتقدم نوعا ما لقدام باش يعطي، يعمل سيرنوبر على الكلوار اليسار نتاعو، اعطاء اضافه عمار بالدخول نتاعو. نعرفوا انه لاعب خبره وهذا مهم بالنسبه لعناصر المنتخب. زوج تغييرات منتظره، منصور النعيمي وعيد الفارسي باش ياخذوا مكانهم في تشكيله المنتخب العماني، مكان كل من احمد حديد، احمد حديدي غادر، واسماعيل العجمي، زوج لاعبين يغادروا الميدان ياخذوا مكانهم كل من منصور النعيمي وعيد الفارسي. نتابعوا الركنيه بانتباه، الراسيه تجي، وين الكره مرت؟ مرت قدام المدافعين لكن يسترجعها المنتخب العماني. ترجع هجمه معاكسه، منصور النعيمي يلعب كره طويله، احمد حديد كان غادر كما قلت الى جانب اسماعيل العجمي. كره تقعد عن سيف الله حسني، خليها المجدي التراوي، يمشي بها الكريم حقي موجود على الشارع اليسار عمار جمل، لكن يخير انه يرجع الشادي الهمامي. كره اماميه بعيده على عصام وبعيده على سامي العلاقي، كره تدور بين دفاعات المنتخب العماني. حسين المظفر يفقد الكره لكن الحكم يقول تماس لفائده المنتخب العماني. تلعب بسرعه التماس، ترجع للمنتخب التونسي، تدخل ممتاز من مجدي التراوي. رامي جريدي يخرج يلعب كره اماميه، تمشي للدفاع العماني، تقعد في وسط الميدان منصور النعيمي. منصور النعيمي يلعب كره ممتازه اماميه فوزي بشير، والمتابعه موجوده والمخالفه لفائده المنتخب التونسي. تدخل كان ممتاز من الكابتن كريم حقي. التغطيه موجود، تحسن المردود نتاعه بصفه اجماليه، المردود العام تاع المنتخب التونسي تحسن برشا بعد الهدف. ولينا نشوفه في ريتم، ولينا نشوفه في تحركات الملاعبيه، وهذا مطلوب. كره ثابته باش ينفذها عمار جمل اللي كان خذا مكان حاتم البجاوي في الشوط الثاني. يلعب مع رامي جريدي، تمشي لسيف الله حسني، ترجع الشادي الهمامي، بدا
الدور ويمشي قائد الفريق كريم حقي. كريم يتقدم يربح المسافه، يعطي الباس تمشي من شادي الهمامي، الدراجي الدراجي الدراجي، والتدخل في الاخير من حسين المظفر، تدخل من حسين المظفر على النجم المنتخب التونسي اسامه الدراجي. قدم الاضافه اسامه من يدخل، اعطاه اللي كان ناقص للمنتخب التونسي التنشيط الهجومي بالفنيات والسرعه نتاع اسامه الدراجي، نظم نوعا ما صفوف المنتخب على المستوى الهجوم. هجوم اخر المنتخب العماني والتغطيه، كريم حقي يتحسن مردوده في بدايه الشوط الثاني. وصلنا للدقيقة 71، التعادل بين المنتخب التونسي والمنتخب العماني. عمان كانت افتتحت النتيجة في الدقيقة 9 عن طريق ضربة جزاء بواسطة اللاعب أحمد المحيحري، لكن في الشوط الثاني وبعد دخول كل من لمجد الشهودي وأسامة الدراجي تغيرت الأمور، وسامي العلاقي تمكن من تسجيل هدف التعديل في مرمى الحارس علي الحبسي. ترجع الكرة طويلة تمشي كنترول بالزدر من عصام جمعة، قلت هذا هو العريس، نهنيه ونباركه ونقول له ان شاء الله بدو بتمام بالنسبه لعصام جمعة. تقريبا قداش عنده من العرس؟ 3 ايام، نهار السبت كان الزواج في مدينه لونس الفرنسيه، نهار الثلاثة الواجب الوطني يخليه يكون حاضر في ملعب السيب استاد السيب بالعاصمه العمانيه مسقط، ليكون الى جانب زملائه في المباراه الوديه اللي تشاهدوا فيها على شاشه نسمه المغاربيه الكره. باش ترجع لسلطنة عمان، عماد الحسني كان ربحها المخالفة، هذا هو اللاعب اللي خذا مكانه عيد الفارسي في تشكيلة المنتخب العماني بعد التغييرات الاثنين اللي قام بهم المدرب حمد العزاني. كرة ترجع عند أحمد المحيحري اللي تقريبا خذا الجهة اليسرى مكان سعد سهيل. تدخل كان اخر من كريم حقي، تماس في التنفيذ، سعد سهيل الظهير الايسر المنتخب العماني. ترجع الكره مره اخرى لسعد يلعب في الوسط احمد المحيحري، المرور والمراوغه لكن التدخل، الكره ترجع مره اخرى للمنتخب التونسي، تقعد الحوارات الثنائيه في الاخير تخرج من مناطق المنتخب التونسي، ترجع في وسط الميدان عشيره اليسار عند قاسم سعيد. عيد الفارسي يفقد الكرة، ياخذها مجدي التراوي يرجع بها لسيف الله حسني، طويلة من الدفاع التونسي في اتجاه الشهودي، ياخذها يرجع عصام يلعب يندي مع الشهودي، فما طلب كرة في الدوزيام بوتو، فما كرة يرفعها الراس، وين التدخل في الأخير من أحمد المحيحري؟ كرة وهجمة كانت خطيرة للمنتخب التونسي، يجب استغلال مثل الكرات، يجب تسجيل هدف ثاني. فماش دقة في التوزيع، كل شيء مشى بالكدا، كل شيء باهي إلا التمريرة الأخرى، لأنه كانوا ثلاثة ملاعبية في استقبال الكرة من المنتخب التونسي. الدراجي يعطي باس ولا أحلى، لكن الكرة بالراس ترجع من المدافع عبد الرحمن العلوي الحارس مرميها علي الحبسي. كرة كانت ممتازة من الدراجي، رجع الروح لخط هجوم المنتخب التونسي الدراجي منذ دخوله للميدان. سقوط والمخالفة لفائدة سيف الله حسني، هاو إعادة للكنترول اللي ممكن باليد كان من سيف الله حسني، لكن المخالفة كانت بعدها من عماد الحسني. هذا مرور، هذه هجمة، عمار جمل، عمار يحافظ على الكره نتاعو، المتابعه من سعد والتوزيعه في الاخير، التدخل من عبد الرحمن العلوي يخرج الكره في التماس لفائده المنتخب التونسي. هجمات متواصله من هذا الجانب وذاك، التماس يتنفذ بسرعه، تمشي عصام، عصام التوزيعه في القائمه الثانيه، لكن الكره بالراس ترجع من عبد الرحمن العلوي، يمشي في الاكس تلقى كريم حقي في لمسة واحدة بالراس ما ياخذهاش الدراجي، ترجع مرة أخرى عند عمار جمل، عمار والمساندة موجودة، لكن في الأخير يرجع الحكم للفاول للمخالفة. قاعد يعاون عمار جمل، قاعد يعاون عمار جمل من يدخل، قاعد يعاون في الفريق نتاعو على المستوى الهجومي وهذا مطلوب. علي الحبسي تركيز على الكرة الثابتة،
كرة ثابتة في مكان ممتاز بالنسبة للمنتخب التونسي. أكيد فما برشا يضربوا بالراس، عصام جمعة، الدراجي، الشهودي، بالإضافة لثنائي محور الدفاع سيف الله حسني وكريم حقي. تبعوا الكرة تتنفذ، تمشي أمامية بالراس، الضربة خارج الميدان، كانت فرصة كبيرة للكابتن كريم حقي لمضاعفة النتيجة لفائدة المنتخب التونسي. هاو إعادة توزيع كان من خالد القربي، الكرة الرأسية من حقي. كثيرة فما خمسة ملاعبية كاملين من المنتخب التونسي في استقبال الكرة، طلع كريم بالراس مس الكرة، قلق نوعا ما، كان ممكن تكون فرصة. التغيير الثالث في صفوف المنتخب العماني، خروج اللاعب عماد الحوسني ودخول حوسني آخر اسمه حسن ربيع الحوسني. ثلاثة تغييرات من جانب المنتخب العماني. مردود البدني لمنتخب عمان تراجع نوعا ما، ممكن المنتخب التونسي يستغل العامل هذايا. خروج عماد الحوسني اللي قدم شوط اول كبير برشا، لكن بدنيا تراجع المردود نتاعه، وبالتالي التغيير نتاعه منطقي. اكيد عماد الحوسني كما قلنا يقعد الهداف الاول للمنتخب العماني، لاعب الاهلي السعودي. هذا سبرينت، هذه الكره ما يخلطش عليها في الاخير مهاجم المنتخب التونسي بعد تدخل من الحارس علي الحبسي. هذه فكره على الجماهير التونسيه الحاضره في استاد السيب في مسقط، اكيد جماهير جات باش تتابع وتشجع المنتخب التونسي متعطشه لملاقاه نسور قرطاج. هذه كره ياخذها ويخليها عنده اسامه الدراجي، الدراجي امام سعد سهيل، الدراجي لا فائده من متابعه الدراجي، الدراجي الدراجي الكره في الامام، لكن الاوف سايد والتسلل كان موجود على الهجوم المنتخب على عصام جمعه، لكن يرجع ويعطي مخالفه لاسامه الدراجي، يعمل سبيكتاكل يصنع الفرجه. اسامه واعاده للقطه الاخيره والمخالفه المرتكبه من سعد سهيل على نجم وسط ميدان المنتخب التونسي. هذا جانب من الجماهير العمانيه الحاضره في الاستاد. تمشي الكره بالراس من شادي الهمامي في منطقه الجزاء، تسديده يقطعها الدفاع محمد البلوشي قبل ما توصل للمهاجم عصام جمعه لمارتين، ياخذها الحارس علي الحبسي. فرصة أخرى للمنتخب التونسي، كان ممكن يستغلها عصام جمعة، الباس ورا المدافعين كيما العادة، شهودي ياخذها يحضر في آخر وقت، في آخر وقت تقريبا محمد البلوشي يتدخل في آخر وقت، كان ممكن تكون هدف للمنتخب التونسي. ترجع الكرة من قاسم سعيد، ياخذها فوزي بشير قائد المنتخب العماني، يعطيها لأحمد المحيحري، أمامية، الكرة تقعد عمامية عمانية، التمريرة في اتجاه قاسم سعيد ولف، والحارس رامي جريدي يصلح على زميله كريم حقي. ممتازه المتابعه من الحارس، ما طمنش على الكره، وهذه هجمه مقطوعه في الاخير من الدفاع العماني. خرج الكره في التماس سعد سهيل، باش يخلي ويمكن زميله قاسم سعيد من تلقي الاسعافات اللازمه. 79 دقيقة لعب، التغيير الرابع بالنسبة للتشكيلة العمانية، يخرج محمد البلوشي باش ياخذ مكانه ناصر علي الشمالي، يخرج النجم، نقولوا انه نجم المباراة وافضل لاعب افضل لاعب محمد الشمالي، افضل لاعب في الدفاع، كان متميز جدا اللاعب هذا. اكيد ممكن المدرب يحب يجرب محمد البلوشي، ممكن المدرب يحب يجرب لاعبين اخرين، لان مقابله وديه ممكن تقوم بتغييرات باش تجرب بعض اللاعبين وبعض الحلول الاخرى. اكيد التغييرات بالجمله من الجانبين في الشوط الثاني. في انتظار وانه ترجع الكره للاعب. بعد سقوط اللاعب قاسم سعيد اللي قاعد يتلقى في الاسعافات، ذكر وانه المنتخب العماني كما قلت يتركز على اساس على لاعبين محترفين في الدوريات الخليجيه، يعني لاعبين ينشطوا في الاتحاد السعودي، في الفتح السعودي،
في الاتفاق السعودي، اذا حسين مظفر يترينا عند